يا مساء الورد أو صباح الورد على حسب احنا بنسمع بعض امتى. هنتكلم عن موضوع مهم اسمه المايوكارديال ديسيزز. المايوكارديال ديسيزز دوت عندنا 3 توبكس، في دايليتد كاردوميوباسي، وده بيعمل سيستوليك هارت فيلير، يعني هارت فيلير ويز ريديوسد ايجيكشن فراكشن، وفي عندنا ريستريكتيف كاردوميوباسي، وفي عندنا هايبرتروفيك كاردوميوباسي. ايه القصه دي؟ تعالى كده واحده واحده بالشياكه نعرف ايه القصه دي. دايليتد كاردوميوباسي من اسمه كده معنى كده ان القلب فيه دايلاتيشن بسبب كاردوميوباسي. يعني ايه كاردوميوباسي؟ يعني عضله القلب تعبانه، مايوباسيك يا عيني. فقال لك ان الدي سي ام ده كلينيكال دايجنوزيس اوف ليفت فنتريكولار او باي فنتريكولار دايلاتيشن ويز امبيرد كونتراكشن. يعني معنى كده السيستوليك فانكشن ايه؟ قليله. يعني معنى كده كميه الدم اللي ايجكتد في الدقه الواحده قليله، يعني الايجكشن فراكشن قليل. والمفروض ان يبقى ده مش بسبب حاجه تانية زي الفالفولار هارت ديسيز. ما احنا اتفقنا ان كل امراض القلب ممكن تؤدي في الاخر الى هارت فيلير. لا، الدايليتد كاردوميوباسي ده يصيب المايوكارديوم ومفيش سبب تاني عامله. اتفقنا؟ اتفقنا. يبقى ده ليفت فنتريكولار، يعني ممكن يجي ايزوليتد ليفت، وممكن يجي باي فنتريكولار ويبقى مع امبيرد كونتراكشن ويعمل هارت فيلير زي الفل. هل الموضوع ده كومون؟ يعني الدايليتد كاردوميوباسي ده هل هو كومون؟ يس، هو الموست كومون تايب اوف كاردوميوباسي. يعني من حالات الهارت فيلير اللي احنا هنشخصها هنلاقي فيه نسبة كبيرة فيهم دايليتد كارديو مايوباسي. ممكن يجي في الليفت وممكن يجي رايت بعد الليفت، وممكن يصيب الاتنين مرة واحدة ويعمل كونجستيف هارت فيلير. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل وات ايفر سبب الدايليتد كارديو مايوباسي ايه، المهم هيحصل مايوكارديال فايبروزس. طب لما يحصل مايوكارديال فايبروزس يقوم السيستوليك فانكشن الكونتراكشن ايه؟ تقل. طب لما تقل فبالتالي كمية الدم اللي هتفضل بعد كل كونتراكشن هتزيد، بالاضافة للدم اللي كان هيجيله اصلا من الليفت اتريوم. فبالتالي انا كده زودت البري لود ولا الافتر لود؟ اكسلنت، زودت البري لود. ليه؟ لان الكونتراكشن لما يقل الريزيدوال بلود هيزيد على الدم اللي هيجيله من الاوزين السايكل اللي بعديها، فبالتالي زودت كميه الدم في الفنتريكل قبل الكونتراكشن، يبقى زودت البريلود. طب يرد عليا ازاي؟ دايلاتيشن، علشان ياكوموديت مور بلود، وبالستارلينج لو يحاول يزود الكونتراكشن لغايه لما يوسع الميترال انولس. يعني هو قاعد يكبر يكبر والميترال انولس قاعده تكبر، فيعمل ميترال ريجيرج. الميترال ريجيرج ده يزود الدنيا ايه؟ طين. ليه؟ لانه هو يزود البريلود. يبقى البريلود زاد بسبب السيستوليك ديسفانكشن، وزاد بسبب السكندري ميترال ريجيرجيشن، ودنه في الفيشوال سيركل دي، والقلب قاعد يكبر ويضعف يكبر ويضعف لغايه لما الكومبنساتوري ميكانيزم تفيل وما عادش قادر ياكوموديت كميه الدم المهوله اللي داخله فيه ده، يقوم يحصل بالمونري كونجيشن، لو كاردك اوتبوت اند كلينيكال هارت فيلير، ومع البرولونج بالمونري كونجيشن زي ما اتفقنا في كل المحاضرات اللي بعد كده هيحصل بالمونري فازو كونستريكشن، بالمونري هايبرتنشن، اند رايت سايد هارت فيلير. ممكن من الاول كده يصيب الاثنين ويعمل باي فنتريكولار فيلير، يعمل بالمونري كونجيشن، سيستميك كونجيشن، لو كاردياك دوت فروم ذا ستارت، لانه هو صاب العضله اليمين وصاب العضله الشمال. اما لو كان من الاول صايب العضله الشمال فهيخش في السيكونس اوف كاردياك افكشن اللي احنا اتفقنا عليها قبل كده، بالمونري كونجيشن، بالمونري هايبرتنشن، رايت فنتريكولار هايبرتروفي، رايت فنتريكولار فيلير. بالذمه الباثو فيسيولوجي بتاع الدايليتد كارديوموسي فيه مشكله؟ ما فيهوش مشكله. قول لي بقى اسباب. لازم تبقى عارف ان ضعف عضله القلب ده ممكن يبقى ليه اسباب ريفرسيبل، وهو ده اللي بيفرق الكارديولوجيست من التاني. ان انت مش تتعامل مع مريض الهارت فيلير ده ان عيان اند ستيج، انه هيمشي على تريتمنت لغايه لما يموت. ده انت لازم تجهد نفسك وراه لغايه لما تشوف هل فعلا في سبب
لو صلحناه الهارت فيلير هيتحسن والدايليتد كاردوميوبس هتتحسن ولا لا؟ اول سبب مهم للدايليتد كاردوميوباثي هي الاسكيميك هارت ديزيز، لو عيان جاله اكيوت مايوكارديال انفاركشن يعني عضله القلب ماتت، فده يضعف عضله القلب فبالوقت يخش في دايليتد كاردوميوباثي اون توب اوف اسكيميك هارت ديزيز، وات از كولد اللي احنا بنسميه اسكيميك دايليتد كاردوميوباثي. طب هل في اسباب نون اسكيميك؟ اه، الاسباب النون اسكيميك في برايمري وفي سكندري. البرايمري جينيتك، العيله كده لما بتوصل 30 سنه بتخش في دايليتد كاردوميوبس، حاجه جينيتك، جينيتك ايرور موجود في الموضوع، او في حاجات ريفيرسيبل ممكن تحصل تعمل دايليتد كاردوميوباسي وتخف لو خد العلاج الصح، او في حاجات بتخف لوحدها. يعني مثلا واحد جاله دور برد، جاله مايوكاردايتس، التهاب في عضلة القلب ادى الى ضعف في عضلة القلب، بالوقت لما خد استرويدز الدنيا اتحسنت والدنيا امبروفت. تاني حاجة، في بعض الحوامل بتخش في واتس كول بريبارتم كاردوميوباسي، ضعف في عضلة القلب بسبب الحمل، نصهم بتحسن بعد ما بيولدوا بعدها ب6 شهور، يعني حاجة ريفرسبل. خد دي، الناس اللي بتخش في دقه زياده اكسترا سيستولز، الاكسترا سيستولز دي لو سبتها فتره طويله من غير ما تديها برو ابروبريت تريتمنت، الاكسترا سيستولز دي ممكن تعمل ضعف عضله القلب وتعمل وات از كولد تاكي كاردوميوباسي. طب تعمل تريتمنت للاكسترا سيستولز وتدي انتاريزمك دراجز تقوم تتحسن والكاردوميوباسي يتحسن. في بعض الناس بتخش في حاجه اسمها ستريس كاردوميوباسي، يزعل قوي، يزعل بشده، يوم يحصل ضعف في عضله القلب. يا لهوي، هو الزعل ممكن يموت؟ اه، الزعل ممكن يموت، وبيسموها سندروم القلب المكسور، بروكن هارت سندروم. من السيفير ستريس بيطلع ادرينالين كتير قوي في الجسم، الادرينالين ده بيعمل مايوكارديال انجري وبيعمل مايوكارديال ديسفانكشن، وات از كولد ستريس كاردوميوباسي. وممكن يبقى حاجات ميكسد، يعني واحد عنده جينيتك بري ديسبوزيشن وجاله بري ديسبوزنج فاكتور، واحد عندها جينيتك بري ديسبوزيشن وحملت، عادي الاثنين مع بعض. طب هل في سكندري كوز؟ واشهر سكندري كوز يعملوا الفيرال انفكشن، واحد جاله دور برد بعدها بفتره دخل في كاردوميوباسي، ايه السبب؟ فيرال انفكشن، وات از كولد. طيب في ناس عندها امراض مناعيه، عندها مشاكل في المفاصل روماتويد ارثرايتس، او عندها الزئبة الحمراء هتاخدوها في الروماتولوجي، ممكن يحصل ضعف في عضلة القلب as a part of the clinical picture of collagen disease. ممكن بعض الناس يحصل المشكلة بسبب حاجة اندوكراينال زي الدايابيتس، زي الاكروميجالي، زي المكسديما، الحاجات دي لازم تتشخص وتتعالج لربما عضلة القلب تتحسن. عندنا حاجه كده اسمها دايابيتك كاردوميوباسي، ان لما الدايابيتس بيبقى ان كنترولد فور لونج ديوريشن العيان بيخش في كاردوميوباسي، يبقى الحل ان العيان بتاع الدايابيتس تلقطه من بدري وتعمل له جود كنترول. طب التوكسينز، الناس اللي قاعده تشرب كحوليات بيحصل لهم كاردوميوباسي، الناس اللي هي كانسر وانتشروا كتير قوي اليومين دول وبياخد كيمو ثيرابي، الكيمو ثيرابي فيها انواع منها بتعمل كاردوميوباسي، الاسترويدز ممكن تعمل كاردوميوباسي. فالاسباب للاسف احنا بندرس الاسباب يا اولاد ان اهي اسبابه ايه نبقيته خلاص، لا ده الاسباب لازم تركز فيها قوي، لان هو ده ما وراء الدايجنوزس. انا شخصته هارت فيلير وعالجته، بس واحد اشطر مني هيعرف السبب ويعالجه ويعمل شيفت للبروجنوزس من تيرمينال هارت فيلير لريفرسيبل هارت فيلير. بدل ما تحكم على مريض ان هو بور بروجنوزس، ممكن يتحسن لو انت لقيت السبب وعالجته. حلو قوي. طب الدايليتد كاردوميوباسي ده بيبريزنت ازاي؟ والله انت عارف ممكن يبقى اسيمتوماتيك، واحد جاله دور برد وجاله دايليتد كاردوميوباسي ومش عمل عليه اعراض، لان هو اصلا ما بيبذلش مجهود من العربيه للمكتب، من المكتب للعربيه، فما جربش نفسه في مجهود يظهر الدسنه. واحيان كتير قوي واحد يبقى جاي العمليات يقول لك نعمل ايكو قبل العمليه نلاقي العيان دايليتد كاردوميوباسي، مفيش اي كلينيكال ساينز عليه ولا سيمتومز، فاهمني؟ طيب ممكن يجي بالتيبيكال بيكتشر بتاعه الهارت فيلير،
يعني لو ليفت سايد هارت فيلير يعمل ايه؟ بالمونري كونجيشن لو كارديك اوتبوت. طب لو رايت سايد هارت فيلير يعمل ايه؟ سيستميك كونجيشن لو كارديك اوتبوت. طب لو باي فنتريكولر يبقى بالمونري وسيستميك كونجيشن ولو كارديك اوتبوت. اتفقنا؟ مش هنعيد ونزيد. ممكن العيان ده يبقى اسيمتوماتيك واول حاجه تجيبه المستشفى اكيوت بالمونري اديما. عارف يعني ايه اكيوت بالمونري اديما؟ يعني اكيوت هارت فيلير، يعني حاجه عملته عملت بريسيبيتيشن اوف هارت فيلير دي كومبنسيشن. عارف زي ايه؟ واحده تبقى دي سي ام مثلا وتحمل، الحمل ده ستريس على القلب، ده اوفرلود على القلب، ممكن تيجي باكيوت بالمونري اديما. الاتريال فايبريليشن، ما الاتريال فايبريليشن ده كومبليكيشن للكاردوميوباسي. ليه؟ لان اي حاجه بتعمل استريتش على جدار الاذين بسبب الكونجيشن بتستيميوليت الاتريال فايبريليشن. الناس دي مش عندها بالمونري كونجيشن وممكن يتعرضوا لشيست انفكشن كتير، فممكن اول برزنتيشن يجيبهم اكيوت بالمونري ديما. اول تشخيص بعد ما تعالج الاكيوت بالمونري ديما وانت بتفحصه تبص تلاقي دايليتد كاردوميوباسي. ايه تاني؟ ممكن عيان ده يجي بكومبليكيشن اسمها ستروك. ليه؟ هو الكاردوميوباسي ده مش ضعف في عضله القلب؟ ايوه. يعني بيعمل ستيزس؟ ايوه. والستيزس ده يكون امبولاي؟ ايوه. والامبولاي دي تروح المخ وتعمل ستروك؟ بالظبط. وممكن يجي بالريجولار بالبيتيشن بس بتاعت الاتريال فايبريشن. فالبرزنتيشن ممكن اسيمتوماتيك، ممكن بالمونري كونجيشن، ممكن سيستميك كونجيشن، ممكن لو كارديك اوتبوت، ممكن الكومبليكيشن الستروك او الاتريال فايبريشن، او ممكن يجي اول مره كده اكيوت بالمونري دي. طب هدور على ايه؟ لا مش هنقول تاني، ده احنا هرقناها مليون مره. الجنرال اكزامينشن هنروح ندور على ايه؟ على بالمونري كونجيشن، على سيستميك كونجيشن، على اتريال فايبريليشن، على ستروك. روح دور بقى، احنا قلناها في الهارت فيلير بالتفصيل. طب لوكال هدور على ايه؟ اشوف القلب كبر ولا لا، هل في ليفت فنتريكولار دايلاتيشن، هل في باي فنتريكولار دايلاتيشن ولا لا. لما يحصل دايلاتيشن ده يعمل انولار دايلاتيشن ويعمل ريجيرش، هروح ادور اشوف الميرمر بتاع الميترال تريكاسبيد موجود ولا لا. طب لو كان بدأ ليفت سايد فهيعمل بالمونري هايبرتنشن، اروح ادور ايه الساينز اوف بالمونري هايبرتنشن. ده مش هيتشرح تاني، ده اتشرح لك في الكلينيكال واتشرح في الهارت فيلير، ترجع تبص عليه. انفستيجيشن اي سي جي وشيست اكس راي وايكو عشان ادور على ايه؟ على ليفت فنتريكولار دايلاتيشن، باي فنتريكولار دايلاتيشن، سيستوليك ديس فانكشن، بالمونري كونجيشن. ده كله هيبان فين؟ في الانفستيجيشن، زيه زي الهارت فيلير. طب التريتمنت زيه زي الهارت فيلير، لو في كونجيشن هدي دايوريتك وهدي الديسيز موديفاينج ايجنت اللي تقطع السايكل اللي هم ايس او اربس او ارني والبيتا بلوكر من الكورتيكويد انتاجونست والاس جي ال 2 انهبيتورز. مش هنعيد، دول اربعه ديسيز موديفاينج ايجنت في الهارت فيلير، والدي سي ام اشهر سبب للهارت فيلير، فهيتوصفوا بنفس الايه؟ الوصف. لو في اسوشيتد كونديشن هنعالجها، لو في انترفنشن وسيرجيكال اوبشن زيها زي الايه؟ الهارت فيلير بالظبط. طب امتى اقول العيان ده بور بروجنوزس؟ لو ايجكشن فراكشن اقل من 35%، يعني الدم في الانقباضة بيطلع اقل من 35% من اللي كانوا جواه في الدايستول. رايت فنتريكولار انفولفمنت يعني مش بيور ليفت سايد. انت عارف الليفت سايد هارت فيلير علاجه احسن من الرايت سايد هارت فيلير. يعني الرايت سايد هارت فيلير ده احد الحاجات التيرمينال اللي ملهاش تريتمنت صريح زي الليفت سايد هارت فيلير، او ان هو يكون وصل لدرجه عاليه من الديسنيا اللي هو ديسنيا اون لو ايفورت او ديسنيا اتريست جريد 3 او جريد 4. طب ايه اللي يقطع السايكل بتاعت البروجنوزس دي؟ سمعني كده، اكسلنت ان انا الاقي ريفرسبل كوز واصلحها. عشان كده ما وراء الدايجنوزس ان انت تحاول تحسن البروجنوزس بتاع العيان، ان انت تحول مصيره من مصير معروف ان هو هيموت خلال سنة او سنتين ان هو بقى انسان طبيعي، وتحسن وتعالج. ربنا هيديك ثواب على الحتة دي. ممكن يطلع من الاخر الريزميا انديوسد كاردوميوبس، اول ما يروح ياخد الانتاريزم دراجز يتحسن. ممكن يطلع ستريس كاردوميوبس، ممكن يطلع سكيمك كاردوميوبس ويتحسن لما يعمل ريفاسكولاريزيشن واسطرة ويركب دعانات.
لازم تدور ايه السبب اللي دخله ده علشان تحسن البروجنوز. تعال نخش بقى على نوع تاني بقى من الكاردوميوباسي اسمه ريستريكتيف كاردوميوباسي. يعني ايه ريستريكتيف كاردوميوباسي؟ يعني ايه بقى ريستريكتيف كاردوميوباسي؟ ريستريكتيف كاردوميوباسي معناها ان القلب كان تاكوموديت بلط اثناء الدايستول. يعني شايف هنا، شايف ده النورمال بتاعنا، القلب بيحصل له ستريتش وبيأكوموديت مور بلاد. انما هنا القلب يعني مش قادر، يعني ريستريكتد، القلب يخش له كده في الدايستول ايه، مش قادر ان هو ينبسط كده وياخد مور بلاد، فبيسموه ده دايستوليك ديسفانكشن ديو تو ريستريكتد فينتريكولار فيسيولوجي. يبقى ده امبيرد ايه فيلينج، يبقى ده دايستوليك هارت فيلير وليس سيستوليك هارت فيلير، لان السيستوليك فانكشن نورمال. يعني احنا عندنا نورمال سيستوليك فانكشن، ولكن المشكله ان القلب ريستريكتد مش قادر ان هو اكوموديت ايه مور بلاد. طيب هل ده حاجه كومون؟ يعني لا مش كومون، هو رير ولكن بريزنت. يعني هو بيمثل اقل من 5% من الكاردوميوباسيس، مش من الهارت فيلير، من الكاردوميوباسيس، وده حاجه قليله. بس يعني لما تقابله لازم تعرف تتعامل معاه ازاي. طيب مايوكارديال فايبروزيس او انفلتريشن، ايه اللي حصل؟ خلى المايوكارديوم ستيف وفي ديكريز ليفت فينتريكولار كومبلاينس، يعني مش قادر ياكوموديت، فبالتالي الدايستوليك فيلينج هيقل، يبقى الكاردياك اوتبوت هيقل والليفت اتريال بريشر هيزيد ديسبايت ان السيستوليك فانكشن كويس. طب ده في الاخر هيعمل ايه؟ يعني انت دلوقتي القلب مش قادر ياكوموديت الدم في الدايستول، فالكاردياك اوتبوت ايه؟ هيقل. طب على حساب ان الليفت اتريال بريشر هيزيد، يعني هيحصل بلمونري كونجيشن، والبلمونري كونجيشن بس لا، ده كمان هيعمل اتريال ستريتش على الاذين، فده يستيميوليت الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل بسبب اتريال فايبريليشن. يعني الاتريال ستريتش ده هيعمل لي اتريال فايبريليشن. ايه تاني؟ هو الاوزين ده والبطين مشاركين في الانيولس بتاعه الميترال فالف، فلما الاوزين يكبر برضو الانيولس توسع ويحصل ان الفالف ما يقفلش كويس ويحصل ميترال ريجرش. يبقى فايبروزس، ستيفنس، دايستوليك امبيرد فيلينج، لو كاردك اوتبوت، زياده الليفت اتريال بريشر، والليفت اتريال بريشر لما يزيد هيعمل بالمونري كونجيشن، اتريال فايبريليشن، اند ميترال ريجرجيتيشن. البرولونجد بالمونري كونجيشن يعمل ايه كده؟ حد يسمعني؟ اكسلنت، يعمل بالمونري هايبرتنشن ورايت سايد هارت فيل. بس خلي بالك ان المايوكارديال فايبروزس ممكن يصيب التو فنتريكلز ات ذا سيم تايم، فبالتالي هيحصل ان البوس فنتريكلز هيبقوا ريستريكتد، والبوس اتريال اللي تحت دول فيهم ايه؟ هاي اتريال بريشر. فحتى من المواصفات اللي هي احنا بنشخص بيها الريستريكتيف كاردوميوباسي نلاقي التو فنتريكلز صغيرين والتو اتريا ايه كبار قوي، نقول ده العيان ده ريستريكتيف كاردوميوباسي. يعني الفايبروزس ممكن يصيب الليفت، ممكن يصيب الرايت، وممكن يصيب الاثنين مع بعض. لو صاب الاثنين مع بعض هيبقى في سمول فنتريكلز اند دايليتد بوث اتريم. اتفقنا؟ اتفقنا. طب ايه الكلاسيكيشن والكوزس؟ يعني ايه اللي يعمل ريستريكتيف كاردوميوباسي؟ قال لك في بعض الاحيان بيبقى ريستريكتيف كاردوميوباسي بس السيكنس بتاع الول ما زادش، وفي حالات تاني بيبقى ريستريكتيف كاردوميوباسي بس السيكنس بتاع الول زاد. طب لو ما زادش، لو ما زادش ايه اللي يعمله؟ قال لك ايديوباسيك، من عند الله، جينيتكس. حاجه اسمها اندوميوكارديال فايبروزس، فايبروزس بيحصل في المايوكارديوم والاندوكارديوم. الناس الكانسر اللي راحت تعمل راديشن ثيرابي في نسبه منهم بتخش بفايبروزس وريستريكتيف كاردوميوس. الناس اللي عندها هيموكروماتوزس وعندهم ايرن اوفرلود عالي ممكن يعمل كاردوميوس. طب لو السيكنس عالي يبقى كده في حاجه انفلتريتد المايوكارديوم، يعني في ابنورمال ماتيريال دخلت جوه المايوكارديوم عملت له انفلتريشن. زي ايه؟ الاميلويدوزس، زي الجلايكوجين ستورج ديسيز، او وات از كولد زي مثلا الفابري ديسيز. فبالتالي احنا عندنا هنا لو شفنا في الصوره كده بعينك يبقى ده نورمال،
ده دايليتد كاردوميوباسي، ده هايبرتروفيك كاردوميوباسي، ده ريستريكتيف كاردوميوباسي. طب العيان ده يجي ازاي؟ ما هو انت برضو عندك اليفيتد ليفت اتريال بريشر وبالمونري كونجيشن، فبالتالي هيحصل بالمونري كونجيشن اند لو كاردياك اوتبوت. طب لو صاب الاثنين فروم ذا ستارت يبقى ممكن يعمل سيستميك كونجيشن، بالمونري كونجيشن، لو كاردياك اوتبوت. طب صاب الليفت وبعد كده الرايت هيحمل بالمونري كونجيشن، سيستميك كونجيشن، لو كاردياك اوتبوت. فبالتالي انت البرزنتيشن بتاعك هيكون على حسب هو بدأ فين ومشي ازاي، ولكن السيستوليك فانكشن كويس. يعني المشكله كلها في مين؟ في الدايستوليك فانكشن. طب ممكن يجي بالكومبليكيشن؟ اه يجي بالكومبليكيشن، اللي هي اشهر حاجه هي ايه؟ الاتريال فايبريليشن. اكسلنت. طيب والاتريال فايبريليشن ممكن تدخله في اكوت هارت فيلير؟ اه. والايجكشن فراكشن كويس؟ اه. هذه هي وات از كولد هارت فيلير ويز بريزيرفد سيستوليك فانكشن، او هارت فيلير ويز بريزيرفد ايجكشن فراكشن، لان المشكله دايستوليك هارت فيلير. طب الاكزامينيشن ادور على ايه؟ بالمونري كونجيشن، سيستميك كونجيشن، كومبليكيشن زي الاي اف والستروك، نفس الكلام. طب لوكال اكزامينيشن، لوكال اكزامينيشن بقى المفروض ما الاقيش فينتريكولار دايلاتيشن. ليه؟ لان ما عنديش اصلا دايلاتيشن، انا المشكله كلها ريستريكتد دايستوليك فانكشن، فما بيحصلش اللي فيه دايلاتيشن. ماشي، بس ممكن اسمع ميترال وترايكاسبت. اه ليه؟ لان اللي عمل انولار دايلاتيشن بقى هنا مين؟ الاتريال دايلاتيشن وليس الفنتريكولار دايلاتيشن. ممكن الاقي بالمونري هايبرتنشن؟ طبعا ممكن الاقي بالمونري هايبرتنشن. طب كانفستيجيشن، انا دلوقتي جاي لي واحد عنده اكيوت ديسنيا وعنده، بصيت عليه بالايكو لقيت السيستوليك فانكشن كويسه، وانا ايش عرفني ان ده هارت فيلير؟ قال لك شوف البرناتريوريتك بيبتايد. ما اصل البرناتريوريتك بيبتايد دي الجود كومبنساتوري ميكانيزم في الهارت فيلير، ودي ملهاش علاقه بسيستوليك فانكشن، دي علاقه بالبريشر جوه القلب عالي ولا لا، كميه الدم محتقنه جوه القلب ولا لا. فبالتالي في الهارت فيلير ويز دايستوليك هارت فيلير الدم جوه البريشر عالي، لان في ليس كومبلاينت فينتريكلز، فيرفع البرناتيوريتك بالتايد. لو لقيته عالي يبقى ده هارت فيلير وليس نون كاردياك ديستني. اي سي جي اروح ادور على ايه؟ اروح ادور طبعا على اتريال انلارجمنت مش فينتريكولار انلارجمنت. اروح ادور على اريزميا اللي ممكن تحصل مع الريستريكتيف كاردوماجسي، واشهرها الاتريال فايبريليشن. الاكس راي المفروض اشوف ايه في الاكس راي؟ المفروض اشوف بالمونري كونجيشن ومفيش فينتريكولار انلارجمنت، بس في اكسلنت ليفت اتريال انلارجمنت، وفي محاضره الاكس راي هتعرفوا كويس قوي ازاي تحكموا على الشامبر انلارجمنت من الاكس راي، وازاي تحكموا على البالمونري كونجيشن في الاكس راي. ايكو واحد سمول فينتريكولار كافيتي with or without hypertrophy، يعني ممكن تلاقي فيها hypertrophy ولا لا. اثنين systolic function normal. ثلاثة في measures عندنا احنا ككارديولوجيست بنأسس ال diastolic function هتلاقي impaired. اربعة both atrial enlargement. خمسة mitral regurg و tricuspid regurg. ستة pulmonary hypertension، ده كله اشخصه بالايكو؟ اه. طيب هل في حاجة special للعيان بتاع ده؟ اه. انت شخصته ريستريكتيف كاردوميوباسي؟ طب ويعني انت خلاص هتتعامل معاه انه ريستريكتيف كاردوميوباسي وبور بروجنوزس؟ ده في حاجات دلوقتي طلع لها ادويه زي ايه؟ زي الامايلودوزس. طب الامايلودوزس ده شخصه ازاي؟ بالكاردك ام ار اي. فالكاردك ام ار اي في محاوله ان انت تعالج البرايمري باثولوجي، فبالتالي تحسن الهارت فيلير وتحسن الاوتكم. في بعض الحالات مثلا حاجه اسمها ساركويدوزس ما بت يعني ساعات ما بتبانش الا بالمايكاردال بايوبسي، بس الحاجات دي يعني الام ار اي موجود في مصر، انما البايوبسي يعني نادرا ما بيتعمل. اعالج ازاي؟ انت تقول بقى ده دايستوليك هارت فيلير، ده هارت فيلير ويز بريزيرفد ايجكشن فراكشن، لو في كونجيشن هدي دايوريتك. والوحيد اللي بيحسن الاوت كم في الهارت فيلير ويز بريزيرفد ايجكشن فراكشن زي ما قلنا في الهارت فيلير اسمه ايه؟ السي جي ال 2 انهبيتورز. اما الباقي الاس والاربس والارني،
والمينرالوكورتيكويد انتاجونست والبيتا بلوكرز الرول بتاعهم ضعيف، ولكن هنعرف ان البيتا بلوكرز دلوقتي ليها رول في سبيشال كاتيجوري من العيانين. لايف ستايل زي الهارت فيلر، ريسك فاكتور كنترول زي الهارت فيلر بالظبط، ولكن نسبة كبيرة من الناس دي بيبقى عندها اتريال فايبرليشن، يعني القلب اصلا ريستريكتد، عنده دايستوليك هارت فيلر، يعني ما عندوش مكان ياكوموديت البلط. ينفع تخلي الهارت ريت بتاعه سريع، يعني يبقى لا عنده مكان ولا عنده وقت يملى في الدايستول، فلما يبقى العين اتريال فايبريشن وسريع يبقى لازم تدي ادويه كنترول الهارت ريت زي البيتا بلوكرز والنان دايهايدروبيريدين كالسيوم شان بلوكرز، يعني الاثنين دول اصلا بيعملوا سلوينج للهارت ريت، بيعملوا كنترول للاي في نودال كوندكشن، فبيخلي الاتريال فايبريشن ويز كنترول ريت، فبالتالي البيتا بلوكرز والنان دايهايدروبيريدين كالسيوم شان بلوكرز هيبقى ليهم الاولويه في العيان الاتريال فايبريليشن اند ريستريكتيف كاردومايوس. طب مثلا الديجوكس، انتوا خدتوا ديجيتال توكسيستي، الديجوكس ده المفروض ان هو بيشتغل بطريقتين، الطريقه الاولى بوزيتيف انيتروبيك يزود الكونتراكشن، الطريقه الثانيه يعمل كنترول للايفي نودال كوندكشن، بيستخدم في الاي اف بس مع السيستوليك هارت فيلير، انما ده عنده سيستوليك فانكشن كويسه اديله ديجوكسن عشان اورسن البروجنوزس واورسن الدايستوليك فانكشن، فبالتالي الديجوكسن هنا نوت بريفيرد. يبقى في الاتريال فايبريليشن لو هد ادويه كنترول ريت ادي بيتا بلوكرز ونان دايهيدروبيريدين كالسيوم شان بلوكرز، بس ابعد عن مين؟ ابعد عن الديجوكسن، وما تنساش لان الاتريال فايبريليشن بيكون جلطات في الاذين وبيبعت على المخ، ما تنساش تدي اورال انتي كواجيليشن. طيب نفترض ان انت الغزاله ضربت معاك بقى وطلبت للعيان ده ام ار اي وطلع فعلا امايلودوزس، تعمل ايه؟ تبعته لسبيشال سنتر علشان يعالج الامايلودوزس. اخر حاجه عندنا هي الهايبرتروفيك كاردوميوباسي، وده بقى اللي فيها الكلام بقى. يعني ايه هايبرتروفيك كاردوميوباسي؟ يعني حصل تضخم في عضله القلب، تضخم في عضله القلب ليس له سبب الا الجينيتك ديس اوردر. هذا الهايبرتروفي ليس بسبب اوفرلود من البريشر، يعني مش سبب بريشر اوفرلود ولا بسبب مايوكارديال انفلتريشن. يعني عشان اقول هايبرتروفيك كاردوميوباسي معناه ان ده حصل ليفت فينتريكولار هايبرتروفي، مش بسبب بريشر اوفرلود، يعني مش بسبب اورتيك ستينوزس، مش بسبب هايبرتنشن، ده لوحدها كده جينيتك، ولا بسبب مايكارديال انفلتريشن، يعني مش بسبب امايلويدوزس مثلا، مش بسبب جلايكوجينستوج ديسيز. يبقى ده تعريف الهايبرتروفيك كارديوميوباسي. طب ايه المشكله بتاعت الهايبرتروفيك كارديوميوباسي ده؟ شايف هنا، هنا السبتم ده بقى هايبرتروفايد، والسبتم ده لما يبقى هايبرتروفايد من عند طلعه الاورطه هيعمل ايه؟ هيعمل سب اورتيك ستينوزس. يا لهوي، يعني يحصل اورتيك ستينوزس بسبب الهايبرتروفايد سيبتم. يعني السيبتم يقفل مخرج الاورطه والصمام كويس. يعني الصمام كويس والقفله تحت الصمام. هنعرفها في محاضره الاورتيك فالف ديزيز وات از كولد سب اورتيك ستينوزس. يبقى الهايبرتروفيك اوبستراكتيف كاردوميوباسي ده معناه ان حصل هايبرتروفي للسيبتم، وهو ده اللي عمل اوت فلو اوبستراكشن، ventricular outflow obstruction sub aortic stenosis. طب هل الموضوع ده كومون؟ يا لهوي، ده حاجه تزعل بقى. ده الموست كومون كوز اوف سادن كاردياك ديس ان يونج. يعني تخيل لما يبقى واحد في عز شبابه والمفروض يفرح ويلعب ويتجوز ويخلف ويموت، وان الهوكم ده الموست كومون انهيريتد كارديوفاسكولار ديس اوردر، ده اوتوزومال دوميننت. يعني ايه اوتوزومال دوميننت؟ يعني لو الاب افكتد 50% من ولاده هيبقوا افكتد، ده معنى اوتوزومال دوميننت. ارجع بقى للميتوزي والميوزي اللي معرفش اللي بتاعت زمان دي، بس اوتوزومال دوميننت معناها ايه؟ معناها ان ممكن 50% من الابناء يتاثروا لو الاب افكتد، فدي كارثه. طيب ايه الباثوفيسيولوجي؟
تعالى كده بص، السبتم بقى هايبرتروفايد لدرجة ان هو قافل المخرج بتاع الاورطة من الليفت فنتريك، يبقى اسمه ايه؟ اسيمتريكال سبتال هايبرتروفي. يعمل ايه؟ يعمل ليفت فنتريكولار اوت فلو اوبستراكشن، يعني الاوت فلو بتاع الليفت فنتريكل وانت طالع على الاورطة يقفل. طب والقفل بين ايه وايه؟ قفل بين الميترال فالف والسبتم، يعني الانتيريور ليفلت بتاعت الميترال فالف والسبتم الاثنين انكوربوريتد في عمليه الفنتريكولار اوت فلو تراك اوبستراكشن. طب الليفت فنتريكولار اوت فلو تراك اوبستراكشن بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على حاجه اسمها الليفت فنتريكولار فيلينج. ايه يعني ايه ليفت فنتريكولار فيلينج؟ وانت دلوقتي مش السبتم هايبرتروفايد؟ ايوه. وادي الميترال فالف؟ ايوه. لو انت خليت القلب مليان دم ايه اللي هيحصل؟ الفالف هيبعد عن السبتم، فالاوت فلو تراك يتحسن، ما يبقاش اوبستراكتد. طب لو العيان دي هايدريتد، بص لو دي هايدريتد هيكشوا على بعض فيحصل اوت فلو اوبستراكشن. فبالتالي لو انت شايف هنا، يعني ده اللي بيحصل، واحد طبيعي اهو ات اند دايستول، ساعة السيستول ايه اللي يحصل؟ الانتيريور ميترال ليفلت تضم على السبتم وتعمل اوت فلو اوبستراكشن لدرجة ان ممكن يحصل اتليت سيستول كومبليت اوبستراكشن. طب لو انت بقى حبيت القلب هنا دم كتير قوي هيعمل ايه؟ هيبعد السبتم عن الايه؟ عن الميترال فالف، فالاوبستراكشن يقل. طب فضيت القلب من الدم فالسبتم يقرب من الفالف والاوبستراكشن يزيد. مش فاهم يعني ايه يزيد ويقل؟ يعني واحد دي هايدريتد ما بيشربش ميه وبياخد مضرات بول، الاوبستراكشن يزيد ولا يقل؟ يزيد. طب واحد واخد فلويدز وواخد حاجات بيتا بلوكرز تهدي الهارت ريت وتحسن الدايستوليك فيلنج، الاوبستراكشن يزيد ولا يقل؟ يقل. اكسلنت. فبالتالي الليفت فنتريكولار اوبستراكشن بيحصل بسبب حركة الانتيريور ميترال فالف ليفلت في اتجاه السبتم، بيسموها سيستوليك انتيريور موشن اوف انتيريور ميترال فالف ليفلت. سام، بص اثناء الكونتراكشن الليفلت تتحرك لقدام وتعمل اوت فلو اوبستراكشن. شايف هنا ليت سيستول؟ الليفلت خبطه في مين؟ خبطه في السبتم. واحد هيقول لي طب يا باشا يعني الليفلت اثناء السيستول المفروض تقفل كده، طلعت لقدام وعملت اوت فلو اوبستراكشن، طب ما كده الميترال فالف هيفوت. ايوه، ما هو ده اللي بيحصل، ما هو بيحصل ميترال ريجيرج بسبب السيستوليك انتيريور موشن، يعني الاوت فلو يبقى اوبستراكت والميترال ريجيرج يزيد. يبقى سيستوليك انتيريور موشن اوف انتيريور ميترال فالف ليفت اسمها ايه؟ سام، تروح على السبتم وتعمل اوبستراكشن. والليفت فنتريكولار اوبستراكشن ده هو المسؤول عن السنكوبال اتاكس. سنكوبال اتاكس؟ ايوه، ما هو لما يقفل الدم هيقل في الاورطه، الدم يقل للمخ يحصل سنكوب. طب ويعني هو الاوبستراكشن ده الوحيد اللي ممكن يعمل سنكوب؟ لا، الهايبرتروفي ده باثولوجي في العضله، ممكن ينشا فيه اريزميا والاريزميا هي اللي تعمل سنكوب. يعني عندنا سببين للسنكوب في العيان بتاع الهوكا، السبب الاول اريزميا، السبب الثاني ميكانيكال اوبستراكشن. طب هو يعني كل الناس اللي هوكم دي بيحصل لها اوبستراكشن؟ لا، اللي بيحصل له اوبستراكشن هو العيان اللي عنده بيزل سيبتال هايبرتروفي، يعني الهايبرتروفين في البيزل سيبتم يمت الاورتيك فالف. اما لو كان ميد ال في هايبرتروفي بعيد عن الاورتيك فالف وبعيد عن منشا الاورطه مش هيعمل اوبستراكشن، او ممكن يبقى الهايبرتروفي ايبيكال هايبرتروفي وده مش هيعمل اوبستراكشن. يبقى في عندنا ثلاث انواع، بيزل هايبرتروفي وده اللي هيعمل اوبستراكشن، طب ميد هايبرتروفي مش هيعمل اوبستراكشن، طب ايبيكال هايبرتروفي مش هيعمل اوبستراكشن. طب العين ده بيجي ازاي؟ هو اسيمتوماتيك، يعني ممكن ما يشتكيش منه، عشان كده لازم بتدور عليه. يعني لو الاب اتشخص هوكم لازم تدور على عياله وتعمل لهم ايكو عشان تشوف عندهم هوكم ولا لا. ده اشهر سبب يعمل سادن كاردياك ديس. ممكن فجأة كده سمعنا كتير عن ناس بتلعب كرة وماتت ولا لا، نسبة كبيرة منهم عندهم هوكم. انت بالنسبة لك كده جملة موجودة في الكتاب، بس الجملة دي بتأثر على عيلة. تخيل لما ام تفقد ابنها،
يعني ام تبقى محصورة على ابنها ان هو مات في عز شبابه، وده كان عنده الجامعة وعنده احلامه وعنده طموحاته وهيتجوز ويخلف، يموت من بدري. ده يعني الاعمار بيد الله، ولكن ربنا بيسبب الاسباب اللي بتخلينا نلقط الناس دي بدري، ولما نتعامل معهم كويس فالمفروض ان البروجنوزس بتاعهم بيتحسن. يبقى السادن كارديك ديس ده ممكن يبقى اول حاجة، وبما انه اوتوزومال دوميننت يبقى انت لازم تدور عليه، مش هو اللي يدور عليك، لازم تعمل سكريننج لكل الفاميلي ممبرز لو واحد اتشخص في العيلة. ايه هو ايه تاني؟ سينكوب. وقلنا ان السينكوب ده ممكن يحصل بسبب حاجة من اتنين، يا اما بسبب اريزميا، والاريزميا دي نشأت ليه عشان في هايبرتروفي، او ممكن بسبب الميكانيكال اوبستراكشن، السبتم مع الانتيريور فالف بيقفلوا الاوت فلو، فالدم يقل في الاورطه، يقل المخ، يحصل سينكوبال اتاكس. طب واحد كده يقول لي السينكوبال اتاكس لو ميكانيكال تحصل امتى؟ الله عليك، لو الفنتريكولار فيلينج قل. هفهمكم بقى حاجه، الحاجه دي لو فهمتوها تبقوا عمد. قول يا باشا، مش انت قلت لي ان الفنتريكولار فيلينج لما يقل فالاوبستراكشن يزيد؟ ايوه. طب لو واحد بيجري عنده هوكم وبيجري، الفنتريكولار فيلينج بتاعه قليل ولا عالي؟ لا عالي. عارف ليه؟ لان الفنتريكولار الجري بيشغل الماسلز اوف لور ليمب، تعصر على الفينس سيستم ويزود الفينس ريتيرن، فالفينس ريتيرن لما يزيد يحسن الفيلنج فيقلل الاوبستراكشن، فالعيان اثناء الجري يبقى كويس. ولكن المشكله امتى؟ لما يقعد بقى من الجري بوست اكسرسايز، ايه اللي يحصل؟ الماسل بامب هتقل، فالفينس ريتيرن هيقل، فالفنتريكولار فيلنج هيقل، فيحصل سينكوب افتر اكسرسايز. يعني عيان البوكم يجي يقول لك انا بيغمى عليا بعد ما بخلص كده مجهود واقعد ابص الاقي اغمى عليا، ده بخلاف عيان هنسمع عنه اسمه اورتيك ستينوزس، يعني عنده فيكسد اوبستراكشن في الاورتيك فالف. ده ايه بقى؟ ده يحصل له سيركوب اثناء الاكسرسايز. ليه يحصل له سنكوب اثناء الاكسرسايز؟ لانه عنده فيكسد اوبستراكشن، فبيبذل مجهود والاوبستراكشن فيكسد، فبالتالي الكاردك او البط كده كده ثابت انه قليل، فلما يبذل مجهود يحصل له سنكوب اثناء الاكسرسايز. انما الهوكم ده لما بيجري الفيلنج بيدفع السبتم مع الميترال فالف ويبص يلاقي الاوت فلو اوبستراكشن قل والاوت بوت اتحسن. حلو حلو. طب في الاكزامينيشن، الاكزامينيشن مثلا هتيجي في البلس يقول لك بنلاقي جيركي بلس. ليه؟ بيقول لك اصلا انت اثناء السيستول الاوت فلو تراكت بأوبستراكت، فبدل ما الدم في الطبيعي ماشي اثناء السيستول كله، لا ده بيطلع ايرلي سيستول مع الاوبستراكشن بيقل، فبيقول لك بريسكي بلس او جيركي بلس سريع. حاجه تهمك؟ لا ما تهمكش. طب النيك فينس، قال لك النيك فينس هتلاقي حاجه اسمها برومننت اي ويف. ليه؟ قال لك هو الاتريال كونتراكشن هو اللي بيعمل الاي ويف. ماشي. طب لو الاتريا بيكونتراكت اجينست ليس كومبلاينت فينتريكل، فالمفروض ان هو هيكونتراكت وكانها سستيند ايبكس، فالاي ويف تزيد، فيقول لك برومننت اي ويف علشان لو في هايبرتروفايد رايت فينتريكل هيحصل كونتراكشن اجينست ليس كومبلاينت فينتريكل، فالاي ويف ايه؟ تزيد. طيب لوكال اكزامينيشن، لوكال اكزامينيشن هايبرتروفي ساستيند ايبكس، اكسلنت. شايف القلب بيعمل ايه؟ بيحزق، قاعد بيكونتراكت وينزل، يكونتراكت وينزل. ليه؟ لان في بريشر اوفرلود عليه. منين؟ جه منين؟ الاوت فلو اوبستراكشن، والاوت فلو اوبستراكشن ده مش اوبستراكشن قدامه، فهيبقى بريشر اوفرلود عليه، ده غير ان هو هايبرتروفايد اصلا. وقال لك يعني لو شفت الاس 4 اللي هي بتحصل مع الهايبرتروفي بتعمل دبل ايبكس سيبك منها. طب والاوبستراكشن في الاوت فلو ده هيعمل ميرمر؟ اه. وممكن احسه بالسريل؟ اه ممكن الاقي سيستوريك سريل على
السكند اورتيك اريا. طب ليه مش الفيرست اورتيك اريا؟ لان ده سب اورتيك اوبستراكشن، ده الاوبستراكشن تحت مستوى الاورتيك فالف. احنا هنسمع سيستوليك ميرمر على الهوكم، هنسمعه فين؟ في السكند او الفيرست اورتيك اريا. طب ليه؟ لان في اوبستراكشن، اوبستراكشن سب اورتيك في اثناء السيستول، الدم يعدي من حته ضيقه فاسمع سيستوليك ميرمر، صح؟ طب ايه اللي يزود السيستوليك ميرمر ده؟ نفس الاسباب اللي بتزود الاوبستراكشن، اللي هي نقص الكاردياك فيلينج. لو قلت لك العين ده وقفه واسمعه، الميرمر يزيد ولا يقل؟ يزيد. ليه؟ لانه لما وقف الفينوس ريتيرن قل، فالكاردياك فيلينج قل، فالاوبستراكشن زاد والميرمر زاد. طب لما ينزل ويعمل سكواتنج، يعني سكواتنج يعني يعصر كده رجليه ويزود الفينوس ريتيرن، ايه اللي يحصل؟ الفينوس ريتيرن يزيد، فالكاردياك فيلينج يتحسن، فالاوبستراكشن يقل، فالميرمر يقل. اذا الهوكم ميرمر يزيد ويز ستاندنج ويقل ويز سكواتنج. الله يفتح عليكم. طب ايه تاني ممكن نعمله؟ قال لك نعمل جينيتك اناليسيس، نعرف ايه سبب الجينيتك ديس اوردر ده. طب لو عملنا اي سي جي هنلاقي اكيد فيه هايبرتروفي، ممكن نلاقي فيه كومبليكيشن زي الاتريال فايبريليشن، ممكن نلاقي فنتريكولار اريزميا زي اكسترا سيستولز، دقات زياده هنشخصها في شابتر الاريزميا، او فنتريكولار تاكيكارديا. نعمل ايكو بقى، نبص نلاقي السيبتوم هايبرتروفايد وضخم، ونلاقي فيه سيستوليك انتيريور موشن بتاعت الانتيريور ميترال فالف. بص اثناء السيستول الميترال فالف بيتحرك على السيبتوم، ونلاقي فيه ليفت فنتريكولار اوت فلو اوبستراكشن. طب في حاجات ممكن نعملها؟ قال لك ممكن نعمل ام ار اي. ليه؟ علشان نفرق ان ده كان انفلتريتيف ولا ايديوباثيك، لانه لو انفلتريتيف وطلع اميلودوزس لعلاجه. ممكن لو احنا مش عارفين ناسس بالايكو نخش بالقسطره ونشوف البريشر جريدينت عشان نشوف فيه اوبستراكشن ولا لا. لو شكيت العين ده بخش في اريزميا، المفروض ان انا اعمل له هولتر، يعني رسم قلب متنقل يشوف هو بيجي له في البيت اريزميا ولا لا. الهدف من ده انا عايز اشوف مين الهاي ريسك بوبيوليشن اللي هعمل لها اجراء يمنع الدس. طيب تريتمنت بالذمه، انا عايز احسن الكاردياك فيلينج، يبقى المفروض ان انا ادي فتره للدايستول ان هو يملى كويس، ودي فتره في الدايستول ان انا ابطئ الهارت ريت. اذا هستخدم حاجات تقلل الهارت ريت، البيتا بلوكرز والنون دايهايدروبيريدين كالسيوم شان بلوكرز. مين البيتا بلوكرز؟ زي الميتوبرولول، زي البيسوبرولول. طب ومين النون دايهايدروبيريدين كالسيوم شان بلوكرز؟ الفيرابوميل والدلتاز. الادويه دي بتقلل الريت وتقلل الكونتراكتيليتي، فبتحسن الفيلنج، فبتقلل الاوبستراكشن. ده مش كده وبس، ده ممكن لو في اريزميا كمان البيتا بلوكر تقللها. طب نفترض ان في اريزميا والبيتا بلوكر مش قادره تقللها، فبنلجأ لحاجه اسمها كلاس 3 انتاريزميك دراج اسمه اميودارون، وهتعرفوا الحاجات دي بالتفصيل في شابتر الاريزميا. طب لو العين ده عنده اتريال فايبريليشن، ما تنساش تدي له انتي كواجوليشن عشان تمنع الستروك، هتعرفه برضو في شابتر الاريزميا. طب ايه الادويه اللي تسوق الهوكم، اللي تزود الاوبستراكشن؟ ان انا ازود الكونتراكتيليتي بالديجوكسين، ان انا ادي دايوريتكس فتقلل البلاد فوليوم فتقلل الكاردياك فيلنج فتزود الاوبستراكشن، او ان انا ادي فازو دايليتورز فتعمل هايبوتنشن فالقلب يفضي بسهوله فيعمل اوبستراكشن. ففي عندنا 3 دي كونترا انديكيتد في الهوك: دايليتورز، دايوريتكس، ديجوكسين. طب هل في اجراء ممكن يتعمل للهايبرتروفي ده؟ ده لو ضخم قوي يعني ساعات بنخش كده بالقسطره نحقن في الحته الهايبرتروفايد كحول، فلما نحقن فيها كحول يحصل ايه؟ القلب يسكر، وبعدين لما يسكر يقول لك والله ما انا لاعب، ولما يقول لك والله ما انا لاعب يحصل سيننج في السيبتم والاوت فلو اوبستراكشن يتحسن. يبقى احنا ممكن نخش نحقن كحول بنسميه الكحول سيبتال ابليشن عشان نعمل نكروزس في الجزء الهايبرتروفايد، فلما يكش يفتح لي الاوت فلو. طب في حاجه تانية ممكن نعملها؟ لو العيان بقت هاي ريسك ان هو يخش بسينكوبال بسبب فنتريكولار اريزميا، او هاي ريسك ان هو يخش بسادن كاردياك ديس، احميه ازاي؟ ان انا اركب له جهاز يصلح له الاريزميا جواه. الجهاز ده اسمه ايه؟ implantable cardiovascular device، اللي هو
اي سي دي امبلانتابل كارديوفيلكل ده هدفه اول ما العيان يخش فينتريكولار فايبريليشن اللي بتعمل اريست هو يرجعه، ما يستناش بقى تاخده تنقله وتركبه في الاسعاف ويروح هيكون مات. طب الاي سي دي هنديه لمين؟ هنديه لواحد اريستد قبل كده او دخل في فينتريكولار اريزمي قبل كده او ما حصلوش حاجه بس هاي ريسك ان هو يحصل له ده، يعني يا اما حصل له يا اما ما حصلوش بس هاي ريسك ان هو يحصل له، ساعتها لازم أأمن حياته باي سي دي. طب في حاجه بالقلب المفتوح؟ في حاجه بالقلب المفتوح ممكن يخش يعمل سيرجيكال مايكتومي، والمايكتومي دي بيقلل بيها الاوت فلو اوبستراكشن. طب مين بقى الناس اللي عرضه ان هم يموتوا؟ واحد جاله كاردياك ارست قبل كده، واحد عنده سته الهايبرتروفي كبير قوي، واحد عنده اوت فلو اوبستراكشن عنيف، واحد بيجيله فينتريكولار اريزميا، واحد عنده فاميلي هيستوري اوف سادن كاردياك ديس. الخمسه دول لازم اركب لهم امبلانتابل كارديوفيرتول ديفايس علشان احميهم. يعني احنا خدنا النهارده دايليتد كاردوميوباثي اللي هو اعاده لشفر الهارت فيلير، بس خلي بالك ان في ريفرسبل كوزس ممكن يحسن البروجنوزس بتاع العيان. خدنا الريستريكتيف كاردوميوباثي اللي هو دايستوليك هارت فيلير، وخلي بالك ان في حاجات فيه ريفرسبل، وخلي بالك ان التريتمنت الوحيد اللي بيجيب معاه نتيجه هو الاس جي ال 2 انهبيتورز والدايوريتكس. وخدنا الهوكم اللي بيعتمد على الكاردياك فيلنج اللي العلاج بتاعه بيتا بلوكرز وكالسيوم شان بلوكرز، بس خلي بالك ان في ناس منهم عرضه للوفاه ممكن يحتاجوا اجراءات معقده زي الاي سي دي امبلانتيشن، الكحول سيبتال ابليشن، اند سيرجيكال مايكتومي. اند ثانك يو.